ومش هتكلم على بابا جه عشان ده بطولة أكرم حسني، وأكرم حسني ده صاحبي، فأنا مش هتكلم دلوقتي على أكرم، لو اتكلمت هتكلم مع نسرين. أكرم لأ، نو نو نو. طبعا أنا أكيد بهزر. إيه ده، نسرين معانا على التليفون؟ معقولة؟ ألو، إزيك يا نسرين؟ عاملة إيه؟ أقول لأكرم إن أنت مش عايز تتكلم. قولي له مش هكلمه لمدة 35 سنة لقدام لو ربنا كاتب لنا عمر. ليه بس يا يوسف؟ ده أكرم طيب. أكرم ده غلس، لا يمكن. لا ده طيب قوي. أكرم ده عشرة عمري، أنت مش متخيلة. يعني لسه كنت قبل رمضان بكلمه، أنا وأكرم أصحاب عمليا دلوقتي بقالنا 21 سنة. أنا مستحمله إزاي معرفش، وهو مستحملني إزاي بغلاستي دي معرفش. ازيك يا يوسف؟ وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. اخبارك ايه؟ الله اكرم. الحمد تمام. لله كويسه الحمد لله. نسرين، انت من الناس اللي انا بشوفهم طول الوقت وانا سعيد ومستمتع طول الوقت باي دور بتقدميه، وده من الحاجات اللي دايما بشوفها غريبه، لما الممثل يقدر يقدم لي الشخصيه اولا اللي تفطسني على روحي من الضحك، وانت بتعملي كده. ولو سالتي اكرم هيقول لك يوسف من اغلس الناس وما بيضحكش على حاجه. بجد أنا لا، انا غلس، انا مذهل. ومن ناحيه تانية مقنعه في اي دور جد او دور دراما او دور فيه سنه شر على سبيل المثال، يعني زي أحكي شهر الزاد كده كان فيها ايه حبه شر حلوين. فحمله فريزر طبعا كوميديا صارخه، يعني هقعد اعد، فانا مش هعد كل ده. في المسلسل بقى بتاع بابا جه، وبرده انا شفته بس كنت بحاول ابعد مشاهد اكرم عني. انا بنكش. لا ده حب جامد، ده حب جامد. انا بنكش واكرم ده عشره. لكن انت قدمتي الحاجه اللي بين الاثنين، الجد وفي نفس الوقت خفة الدم. طب الحمد لله. وبشوف يا رب ده أصعب. يعني والله يا رب نبقى فعلا خفاف كده على المشاهدين. وهو دور جد طبعا، هو دور جد، زوجة مضحوك عليها رغم من كل المسؤوليات اللي هي شايلاها، بس مضحوك عليها بقى من جوزها ومغامراته، ولسه هنشوف بقى ونتابع. أكرم عامل فيكوا إيه؟ إحنا لسه بنصور. اصل اكرم امبراطور اللامعقول. اي شيء غير معقول ممكن يعمله. لا بس بجد مبسوطه جدا ان انا اشتغلت معاه، اول مره اشتغل معاه. ومبسوطه جدا 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 بالشغل، والحمد لله ان الشغل طالع حلو وعجب الجمهور. وبناكل كتير طبعا في اللوكيشن بسبب اكرم. لا ده كده خاسس. بالظبط، ما انا عارف، ما ده اللي عرفته. كده 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 اكرم خاسس. طب شفتي اكرم وقاعد بيعمل جداول ومعاه مساطر كتير واقلام ملونه؟ عارفه. شفتي المشهد ده؟ عنده مشكله لا هو السكريبت بتاعه غيرنا. بقول له اشمعنى انت الورق بتاعك ملون؟ تحس ان هو كان امين مكتبه. يعني منظم قوي ومطبوع في حته تانية غيرنا، وكل حاجه مختلفه. طيب عموما سيبنا من اكرم، اكرم احنا مش هنهتم بيه في المكالمه دي على الاطلاق. أيوة صح. احنا خلينا بقى في المسلسل. انا عايز افهم منك المسلسل ده انت شايفاه ازاي؟ في انهي اطار؟ انا شايفاه في اطار، بس يعني هو لسه الحلقات اللي قدام هتبين، وده سبب من الاسباب اللي انا حبيت جدا ان انا اشتغل فيها، ان هو يعني بيلقي الضوء على دور الاب في الاسره، وعلى أهمية الأب في الأسرة، وإن هو مش موضوع إن هو مش أهم حاجة إن هو يشتغل ويجيب فلوس، لا، العلاقات اللي ما بين الأسرة مع بعض والأب دي أهم يعني. طيب الدور اللي بتقدميه، يعني أنت لما كنت بتقولي أنا بقدم الدور جد، بس هو لا يخلو من خفة ظل، عشان كده أنا بقولك أنا بشوف التركيبة دي بتبقى صعبة، إنك تحافظ على خفة ظل أم وزوجة مصرية، ودي طبعا لوحدها اطار مخيف. والام والزوجه المصريه دول مخيفات دايما. وفي نفس الوقت انه هذه الصرامه المعروف بها السيده المصريه عندك برضو الروح، يعني في خفه الظل. طب الحمد لله، الحمد لله ان هو طلع كده، الحمد لله ان انا عرفت اعمله. انت ما كنتيش ناويه على كده ولا ايه؟ لا كنت ناويه. بس الحمد لله ان هو طلع كده، ما مش كل حاجه ناويه عليها بعملها، بس الحمد لله ان هو طلع كده وعجب. باذن الله. وهتخلصوا التصوير على امتى؟ كمان اسبوع كده، 6 ايام ان شاء الله. طيب ايه رايك تنورينا الاستوديو بعد ما الاسبوع ده يعدي بيومين؟ يا ريت. استريحتي وتنورينا وتشرفينا. يا ريت. نتكلم على بابا جه ونتكلم على حاجات كتير. نقول لاكرم ولا بلاش؟ لا
ما هتقولي له بلاش طبعا. غير مرحب. اكرم اكرم ينور في اي وقت طبعا، هو عارف، هو عارف. اكرم مش محتاج عزومه يعني، ولا انت محتاجه عزومه؟ لا لا، انا هجيلك بعد التصوير اعمل اي حاجه. يا ريت. تنورينا جدا جدا جدا، كل سنه وانت طيبه وربنا يوفقك دايما. وانت طيب وميرسي يا يوسف جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه، ربنا يخليك يا رب. وانت طيبه، الله اكرم.